رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. طيب شوف لك صحابي وهي دخل النار، ليش؟ لأنه عباءة. شو العباية؟ غلها ومات. مات مجاهد يا جماعة، مات مجاهد في الحرب وصحابي ودخل النار. يعني ما تفكر موضوع حقوق العباد والأموال والناس سهلة هاي، بس هاي بتقودك للنار، أمر مخيف جدا. والله شو اللي علي؟ شو اللي علي إذا ما 10,000 دينار؟ 10,000 دينار ما هي حقوق العباد. طب سد، والله شو أسد؟ إن شاء الله أنا من سد كذا. طب شو راكب حضرتك؟ راكب سيارة 20,000. طب وال10,000 هاي؟ أخي شو بدك أقعد أسد؟ سبحان الله، هذا يبتلى إلا هي سيارته وسروقة، ولا سيارته ايش؟ مساوي حادث. واحد اجى لشيخنا مشهورة حسن حفظه الله، قال له: يا شيخ انا بصراحة ربحت جائزة. هو بقول ربحت وخسرت، وهي القصة والله بجوز من 30 سنة. قال له: ربحت جائزة في بنك الاسكان. قال له الشيخ: حرام ولا يجوز تأخذها وكذا. قال له: طيب شكرا. وجاي يأخذ فتوى انه حلال. الشيخ قال له: حرام ما بصير. طبعا لا رد على الشيخ ولا شرى سيارة موديل سنتا. طبعا 30,000 ربح قبل 30 سنة، 30,000 رقم عالي جدا. فقال اول شيء بدي اطلع العقبة، ما وصلش قلبك فيه ومات. احنا ما بنتشفى بس بناخذ عبرة إلنا، يعني نعتبر احنا. فما تفكر يعني موضوع العباءة ولا، والله ما بتلحق تتنعم فيها. وبتعرفوا قصة ذلك الرجل اللي ليل مع نهار بس يفكر بده يبني بيت، بده يأثث، بده يساوي. قال: ما بنسكن فيه إلا يكون كامل. فوضع عليه كافة الأموال التي جناها طوال حياته. ادفع 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 ادفع. ففي النهاية أجا الموت قبل ما يسكن. قال لهم: بس إلي عندكم طلب واحد. قالوا له: شو؟ قال: أن تريني أيها الشخص البيت الذي تعبت عليه طوال عمري. فأخذه ذاك الشخص، فعندما وصل بصق على البيت، بصق على البيت. فعيش يا جماعة ذابحين حالنا على الدنيا الفانية. يعني حضرتك نمت على سرير ولا على فرشة ولا على ريش ولا على آخرتك نايم منتهى، ولا على لوح خشب. مش مستاهل نبلش نتنازل عن أوامر الله من أجل هاي الدنيا الفانية. عباءة أجل عباية. بتصل فيك بقول لك: سيارتك عندنا، بدك اياها؟ تعال ادفع 3,000 دينار وخذها. هاي قعدت حوالي 2-3 سنين عندنا في البلد لحديت ما فرطوها. طبعا نسمع.